ندخل على الجزء السادس من البكتيريا اللي هي السيجنيفيكانس، اللي هي الايكونوميك الخاص بالميكرو اورجانيزم او الاحياء الدقيقه بشكل عام، او البكتيريا بشكل خاص، او الميكرو اورجانيزم بشكل عام. الكائنات هذه ممكن نستفيد منها عدة أشياء نستفيد من الكائنات هذه في البيئة، نستفيد منها أو تستخدم في البيئة بعدة أشياء. من الأشياء اللي هي التثبيت، عملية تثبيت الفاكسينيشن، التثبيت النيتروجين في الغلاف الجوي، تثبيت النيتروجين في الغلاف الجوي، تحول الأمونيا إلى الأمونيا تتحول إلى نيتريت بواسطة النيتروزوناز، يتحول النيتريت إلى نترات عن طريق النيتروباكتر. هذه يعني ما ننساهاش، البكتيريا تحول الأمونيا إلى نيتريت ثم إلى نترات عن طريق النيتروزوناز. ما ننساهاش المحاضرة الجزئية هذه، ما ننساهاش. أيضا تدير ديكومبوزش لو دي يعني تحلل، تير ديكومبوزيشن او تحلل ديكومبوزيشن او تحلل في النفايات، مشاكل في النفايات. ايضا تدير سوبريشن على او تعمل على قضاء على مسببات الامراض اللي تنتقل عن طريق التربه، مسببات الامراض اللي تنتقل عن طريق التربه. كذلك لها دور في انتاج المضادات الحيويه. انا اكثر حاجه تعنيني هذه، والبكتيريا ايضا لها دور في انتاج المضادات الحيويه، تنتج المضادات الحيويه هذه. بس نقطتين، هذه النقطه هذه والنقطه هذه. تستخدم ايضا في صناعه بعض المواد الغذائيه زي اللاكتوباسيلس اللي تستخدم في انتاج الزبادي. ايضا تستخدم كذلك في انها تعمل على تحليل بعض الاشياء الميته، تستخدم البكتيريا ايضا في معالجه مياه الصرف الصحي، السيوج مياه الصرف الصحي. تستخدم كذلك في صناعه الصوب او صناعه الصابون. ايضا تستخدم البكتيريا كذلك في مكافحة التلوث، تكافح التلوث، تعمل على مكافحة التلوث. أيضا لها دور في أنها تستطيع هضم النفط اللي موجودة على البحار، يعني تنظف، تستخدم في التنظيف عن طريق بعض أنواع البكتيريا زي السيدوموناس. كذلك ممكن تستخدم الكائنات الدقيقة هذه في إنتاج بعض المواد أو بعض الأشياء زي الفاكسين اللي هو اللقاح، ينتج اللقاح بعض أنواع البكتيريا، تستخدم في إنتاج اللقاح، تستخدم كذلك في إنتاج الأمينو أسيد وبعض الفيتامينات زي البي 2 وفيتامين كي. هذه طبعا فيتامين كي، هذا طبعا تنتجها البكتيريا، طبعا هذا ضروري لتجلط الدم، ضروري لتجنط الدم بالنسبة لفيتامين كي. كذلك الإنسان ممكن يصاب ببعض الأمراض، كذلك النبات، كذلك الحيوان. يعني البكتيريا ممكن تسبب أمراض للنبات، للإنسان، للحيوان، للخضروات بشكل عام، وتسبب هذا كله، يسبب خسائر اقتصادية. كذلك تنتج بعض الأنواع من البكتيريا، تنتج بعض المواد الكيميائية زي الكحول، زي الإسيتون، هذه كلها نحتاج أو نتم الحصول عليها من البكتيريا. تسبب أيضا البكتيريا للإنسان بعض الحكوز أو بعض الأمراض اللي زي حكينا عليها عن طريق البكتيريا، زي الدفتيريا، زي الالتهاب، هذه البكتيريا احنا حكينا عليها، زي النيمونية وزي الدفتيريا، هذه الأمراض البكتيرية اللي تتسبب للإنسان عن طريق أو تسببها البكتيريا للإنسان عن طريق البكتيريا. كذلك تعمل أو تلوث أو اللي يصير فيه عملية كونتامينيشن لمنه للجروح، سبب البكتيريا كونتامينيشن لبعض الجروح، تؤدي إلى أحيانا بتر الرجل زي ما تسببها هي الغرغرينة. بعض أنواع البكتيريا تنتج السموم، السموم بتاعها هدية كمية بسيطة منها
تكفي للقضاء على مجموعة كبيرة من البشر. كذلك البكتيريا أيضا تساهم في تسوس الأسنان، تساهم أيضا في تسوس الأسنان، تعمل على تسوس الأسنان، البكتيريا تسوس الأسنان، تحول المواد السكرية اللي موجودة على السطح متاع الأسنان وتسبب في إتلاف السن. ممكن تستخدم أيضا البكتيريا في استخدامات مفيدة، تستخدم في إنتاج النحاس، كذلك البكتيريا تستخدم في صناعة بعض الأدوية، وكذلك بعض الهرمونات، وكذلك بعض الأنزيمات. نحاول نقطين هذونا مع النقاط اللي فاتت، هم هذون نركز عليهم أكثر نقاط نركز عليهم. أيضا البكتيريا اللاهوائية لها علاقة بإنتاج غاز الميثان. نجي لي الجزء السابع من البكتيريا اللي هو يتناول زراعة البكتيريا. كيف تتم عملية زراعة البكتيريا؟ كيف تتم الكالتيفيشن البكتيريا؟ يعني كيف تتم عملية الزراعة؟ قبل أن ما نبدأ في عملية الزراعة لازم نعرف حاجة عن الديسنفكشن والستيريليزيشن، اللي هو لازم نعرف الفرق بين التطهير وبين التعقيم. طبعا الجزئية هذه المحاضرة هذه داخلة فاشل المحاضرة هذه داخلة في امتحان العملي طبعا والنظري، داخلة في امتحان العملي والنظري. بالنسبة للاختلاف بين الديسنفكشن والستيريليزيشن، الاختلاف بين الفرق بين التعقيم والتطهير، بالنسبة للتطهير، التطهير قتل معظم الميكروبات ومش كلها، وليس كلها ديسنفكشن، مش كلها نقتلها، نقتل بعض الميكروبات مش كلها، يعني نمنع الميكروبات من النمو على الأسطح اللي بيتم تعقيمها، يعني نضعف العمليات الحيوية. أنا أعطيني جزئية هذه بس في الديسنفكشن، هذه بس في التعريف. البيوسات هذا التطهير بيتم عن طريق استخدام مواد تعرف بالبيوسات، هذه مواد أي المواد القاتلة أو المثبطة للميكروبات أو البكتيريا، المثبطة للميكروبات والبكتيريا. من أمثلة البيوسات هذه زي الكحول، زي الكلور، زي بعض الهالوجينات، وهذه كلها تعتبر بيوسات أو تعتبر مطهرات، مش معقمات، مطهرات. نبي نشوف اكزامبل على الديسنفكشن او على التطهير. يعني الجلد تطهير جلد الانسان من المجروح، هذا ديسنفكشن. لما نتعامل في المختبر وديما نحاولين نستخدم المطهرات، ديسنفكشن. نستخدم ايضا قبل العمليات الجراحيه، ديسنفكشن. الاسطح لما بنحاول ننظفها ونطهرها وندير لها عمليه اوبريشن، وكذلك الولز وكذلك الهولس، هذا كله يعتبر ديسنفكشن، يعني يعتبر مطهر او مطهرات. يعني لما نطهر القاعات، ننظف القاعات، الجدران، هذا كله مطهرات. الاشعه فوق البنفسجيه هذه تعتبر من المطهرات كمطهر. الماء والمعدات والأجهزة وأدوات الحلاقة، وكل هذا كله نستخدم له مطهرات خاصة. نجيل استريليزيشن، نجيل التعقيم. شنو هو التعقيم هذا؟ التعقيم يختلف عن الديسنفكشن أو عن التطهير، لأنه يقتل كلها، مش جزء منها، يقتل كل الكائنات، يعمل على قتل كل الكائنات. هذا بالنسبة للاستريليزيشن اللي هو قتل كل الكائنات، يختلف كل الكائنات ومش بعض منها، قتل لكل الكائنات مش بعض منها، يقتلها كلها. التعقيم يختلف عن التطهير زي ما قلنا، في قتل كل الكائنات مش جزء منها، يتضمن طبعا فولس او يتضمن اكسبوزنج، يتضمن تعريض المادة لدرجات حرارة وضغط مختلفين. تستخدم فيه طبعا الحرارة العالية زي اللي تستخدم في النفايات الطبية،
تستخدم فيها أفران الهواء الساخن، هذا كله نستخدم في عملية التعقيم، نستخدم في عملية التعقيم. كذلك بالنسبة لعملية التعقيم تستخدم أيضا التمبريتشر، تستخدم كذلك التمبريتشر، تستخدم الحرارة، تستخدم الحرارة، يستخدم كتعقيم. أيضا من التعقيم أيضا يستخدم التعقيم بالفلترة أو بالترشيح، يستخدم التعقيم بالغاز، يستخدم بالغازات، يستخدم كذلك التعقيم تحت الظروف القاسية عن طريق الأوتوكليف، عن طريق الأوتوكليف، التعقيم عن طريق الأوتوكليف. كذلك يتم التعقيم لمن للسيرجيكال أو المعدات الجراحية عن طريق الإكس راي، هذه الغرفة الخاصة التعقيم بالأشعة، التعقيم بالأشعة الإكس راي. أيضا التخلص من المزارع البكتيرية، المزارع البكتيرية لما بنتخلص من المزارع البكتيرية، لما بنتخلص من المزارع البكتيرية هذه نتخلص بها عن طريق التعقيم، نتخلص بها عن طريق التعقيم. لا يستطيع الإنسان أنه يعقم الجلد متاعه أو فمه باللهب، ما تقدرش تقول أن جي أنا نعقم فمي أول باش أنا ما عادش مصاب بالجراثيم بالفم. تعريض الظروف قاسية أيضا لضغط البخار، ما يقدرش الإنسان يعرض جسمه أو نفسه لظروف قاسية اللي هي درجة الحرارة عالية، الأوتوكليف، هذا كلها وسائل تعقيم، ولكن الإنسان ما يقدرش يعرض نفسه لها. ممكن احنا عندنا وسائل تانية لعملية التعقيم نفكر فيها، شنو هي ممكن الوسائل التانية اللي بنعقموا بها؟ نجي لصباغة البكتيريا. صباغة البكتيريا عندي الصباغة العادية أو الأصباغ العادية، الصباغة العادية زي الأزرق الميتالين، هذا الميتالين أكثر استعمالا في تطهر طبعا البكتيريا بلون مخالف، لون الأزرق يستخدم به البكتيريا. الجرام ستين هذه نوع من أنواع من الأصباغ اللي هنا بنفرق بين البكتيريا الموجبة لسالب لصبغة جرام والسالبة لصبغة جرام عن طريق نوعين من الأصباغ اللي هو السفرانين والكريستال فايوليت، الصبغة البنفسجية وغيرها. هذه هنا بنحط فيها الشريحة، نحط فيها العينة البكتيرية، نثبتها لعملية تثبيت، نعمل هذه العمليات الأخرى، نحط أول مرة نوع من الصبغة والصبغة، بعدين نحط النوع الثاني، تظهر الصبغة الموجبة لصبغة جرام بشكل، والصبغة أو البكتيريا الموجبة لصبغة جرام بشكل، والبكتيريا السالبة لصبغة جرام بلون آخر. أيضا عندك النوع الآخر من الأصباغ، الصبغة الحامضية أو صبغة الحمض، هذه تستخدم في البكتيريا السلة، هذه صبغة خاصة تستخدم لأنواع معينة. الصبغة الحامضية هذه صبغة خاصة تستخدم لأنواع معينة من البكتيريا اللي هي التبر كولوسس صبغة الحمض. أيضا عندك أصباغ خاصة، هذه أصباغ خاصة تساعد على ظهور تراكيب معينة زي الكبسولة، تراكيب معينة تظهرها في داخل البكتيريا زي الأصوات. بالنسبة لزراعة البكتيريا أو عملية النمو بتاع البكتيريا، لما تزرع البكتيريا عملية نمو الكائنات الحية الدقيقة في المزارع خلال أيام، تأخذ البكتيريا من مواقع معينة، أن تجمع العينات من الجسم، من بيئات صناعية، من المختبر، من بيئات غذائية مختلفة، تقوم بعملية تجميع البكتيريا. تختلف الأماكن متاع البكتيريا، عملية التجميع هذه تختلف من أماكن مختلفة، قلنا نجمعها من أماكن مختلفة ومن بيئات مختلفة. نجي علاش انا نقوم بعمل زراعه البكتيريا، علاش انا بنزرعها البكتيريا؟ باش انا ندير عمليه تعريف للبكتيريا، باش انا نعرفها، باش نقدر نقول هذه سلمونيلا، هذه مونو، هذه بصلاي، هذه كوكاي، لازم انا نعرفها. ايضا باش انا ننميها البكتيريا ونقوم بعمليه العزل، نقوم بعمليه العزل. ايضا الشيء الثاني نحدد لما نعرف البكتيريا، نحدد البكتيريا نعرف شنو سبب العدوى، شنو سبب المرض. كذلك نقيس معدل الاستجابة للعلاج، لما نبي نعرف البكتيريا المسببة للمرض. الأوساط الغذائية عندك السيمبل ميديا، الأوساط الغذائية والسلكتف ميديا، يعني أوساط غذائية، يعني الأوساط الغذائية عندي
هذه طبعا السمبل هذه زي مثلا يحتوي على الاجار، الاجار قد يكون الوسط هذا صلب وقد يكون الوسط هذا سائل. عندك السلكتف او الاختياريه، هذا يختص في نوع من انواع البكتيريا اللي هي زي السلمونيلا تايفا. بالنسبه لي زراعه البكتيريا، كيف انا نزرع البكتيريا، كيف تتم عمليه زراعه البكتيريا، كيف تتم عمليه زراعه البكتيريا؟ عمليه زراعه البكتيريا تتم عن طريق الاطباق المصبوبه، عن طريق البور بليت ميثود، يتم من خلالها عزل البكتيريا، اني نعزل البكتيريا من التربه من الحليب، نحاول كيف نخفف العينه من الميه من محلول ملحي، نحطه طبعا في الوسط الغذائي في طبق بتري، ونحطه بعدين في الحضانه، ونحطه في الحضانه. النوع الاخر اللي هو الطريقه الثانيه الستريك بليت، هذه النوع هدايا طريقه تخطيط الاطباق، يعني نحط الاجار المغذي المعقم في طبق بتري، وبعدين نخليه يتصلب، بعد ما يتصلب نبدا بعمليه الزراعه. كيف تتم عمليه الزراعه؟ ناخذ معي اللوب نعقمه، هذا طبعا بعد انا ما جهزت الاجار وحطيتها في الثلاجه، وبعدين اليوم اللي بعدها لما صار لنا عمليه تجميد، ناخذ العينه اللي عندي من الحليب من الميه من المجاري من العينه اللي عندي من الافرازات من البول، ناخذ طبعا اللوب هدايا نسخنه شويه باش يصير له عمليه تعقيم، بعدين اللوب هذا نحطه في الماده اللي عندي او المزرعه اللي عندي او التيوب اللي عندي اللي يحتوي على العينه، ونقوم بوضع خطوط معاش نرجع هنا هاي هذا اللوب معاش نرجع هنا طول، نعطيه تعقيم ثاني ونرجع ثاني، ناخذ من الخط اللي درته انا الاول هدايا ونحاول كيف نخطط به خطوط اخرى، بعدين نفس الشيء اللوب هذا نزيد نعقمه ثاني، وناخذ من الخط الثاني اللي ندرته وندير مسافات بعيده عليه الخط الاول والخط الثاني، باش هذا كله نضمن عمليه التخفيف، باش تطلع لي المزرعه مخففه الى اكثر حد. هذا الشكل اللي قدامي هذا عمليه التخفيف باش تطلع لي المزرعه مخففة، تظهر لي المزرعة مخففة. وهذه الزراعة هذه كلها تحتاج الزراعة هذه إلى ترانس، أو تحتاج إلى مجهر إلكتروني. المجاهر طبعا المجاهر العادية والمجاهر حتى المجاهر الإلكترونية تختلف، عندي مجاهر إلكترونية ومجاهر عادية نحتاج للعملية هذه، لازم نحتاج مجاهر مختلفة أو أنواع مختلفة لعملية الزراعة.